مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معاكم في حلقة النهاردة من هذا الصباح في فقرات وحواراته المختلفة. حوار هذه الفقرة هيكون عن قرار اتخذه مجلس الوزراء خاص بوقف تصدير الرز. أعتقد أن هذا القرار هيكون له مردود كبير سواء على فئة المزارعين والفلاحين، هيعود عليهم أكيد بعائد كويس، وتاني حاجة هيعود أيضا بالتأكيد على المواطن، لأنه الغرض من هذا القرار هو بالتأكيد توفير الاحتياجات الكافية للسوق المحلية، وهيسهم في استقرار الأسعار طول العام. من المنتظر أنه هيتم استلام كمية بتصل لحوالي 2 مليون طن من الرز من المزارعين، وده بالتأكيد هيؤدي لتشغيل كافة مضارب القطاع العام بكامل طاقتها. وقرر أيضا مجلس الوزراء استلام رز الشعير اختيارا من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الرز الحبة الرفيعة و2400 جنيه لطن الرز الحبة العريضة. هنتكلم أكتر في حوار هذه الفقرة عن هذا القرار ومردوده على الفلاحين والمواطنين. معنا على الهواء مباشرة، واسمحوا لي ارحب بضيفي الدكتور سعد شبل رئيس قسم رز بمعهد بحوث المحاصيل الحقليه. صباح الخير يا دكتور سعد. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، كل سنه وانت بالصحه والسلامه. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام قبل ما نبدا الحوار نروح لمتابعه هذا التقرير اللي بيحمل بعض التفاصيل عن هذا القرار، ونعود بعديه لبدء الحوار. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة شريف إسماعيل على استلام الأرز الشعير اختيارا من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة. كما أصدر المجلس خلال اجتماعه قرارا بوقف تصدير الأرز بكافة أنواعه وكذا كسر الأرز، وذلك توفيرا لاحتياجات السوق المحلية بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار طوال العام، حيث من المنتظر أن يتم استلام كمية تصل إلى حوالي 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين، وهو ما سيسهم في تشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها. رجعنا لكم مرة تانية، واسمحوا لي أرحب مرة تانية بضيفي الدكتور سعد شبل رئيس قسم رز معهد البحوث والمحاصيل الحقلية. أهلا بك دكتور سعد. لو حبينا نتكلم عن القرار الخاص بمجلس الوزراء بوقف تصدير الرز، قبل ما نتكلم عن تبعات وتداعيات هذا القرار ومردوده على السوق المحلية، خلينا نتكلم عن أسباب اتخاذ هذا القرار. كلنا تابعنا أزمة الرز اللي حدثت من شهور واللي كانت مستمرة، خلينا نتكلم أكتر عن الأزمة دي، نعرف أسباب اللي أدت لي الأزمة واللي ما أدت إليه هذه الأزمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين وكل سنة طيبين، وبطمن مصر كلها أن الرز بدأ بالفعل حصاده. يمكن عندنا محافظات بتزرع بدري، طبعا بدأ الحصاد بالفعل فيها، وكفر الشيخ على سبيل المثال أكثر من 1300 فدان اتحصدوا لحد النهاردة. والكلام ده في تزايد مستمر خاصة في الأصناف المبكرة زي الجزمة 77، وده والحمد لله المحصول كويس مبشر والنوعية كويسة وزي الفل إن شاء الله. والحقيقة يجب أنه ما يكونش عندنا مشكلة في الرز خالص. ولو قارنا ما بين هذا الموسم والموسم اللي فات هنلاقي المنظومة اختلفت تماما. السنة اللي فاتت النهاردة زي النهاردة كده كان الرز يعني في حدود 2000 جنيه بينزل، طبعا بعد كده بعد الناس ما بتحصد وصل ل 1800 وحاجات اقل من كده لاصناف الرز الرفيع والكلام ده. طبعا يعني السعر بيختلف يا دكتور قبل الحصاد وبعد الحصاد. ما انا عايز اقول لحضرتك في بدايه الحصاد بسعر عالي علشان الاصناف المبكره فقط هي اللي بتكون نضجت، والسوق بيكون عطشان مفيش، فالناس فبيبقى السعر عالي، ده وضع طبيعي يعني، بيبقى الطلب زياده والعرض اقل. بدايه عايز اقول ان الرز طبعا ده محصول استراتيجي مهم جدا بالنسبه لمصر تأكيد، ومحصول غذائي يعني ملقى على كاهله دور كبير جدا في الامن الغذائي عندنا. تمام. وكمان بيعوض النقص اللي بيحصل في محاصيل اخرى غذائيه زي القمح، فزياده في الرز بيعوض النقص في القمح عن طريق ان انا لو اما بيفيض عندي جزء بصدره اقدر ان انا اوفر عمله صعبه استورد بها قمح واساعد في غذائيا في البلد. الحقيقه انا بقول يجب ان ما يكونش عندنا مشكله في الرز، لان احنا الحمد لله بننتج ما يكفينا ويزيد.
ولو نظرنا قارنا ما بين هذا الموسم والموسم اللي فات زي ما بقول لحضرتك، الموسم اللي فات زي دلوقتي كان التاجر فقط هو اللي بياخد الرز، ما كانتش المضارب بتاخد ولا اي حاجه. وفضلت المساله ماشيه بالشكل ده لغايه ما الرز اصبح كله في القطاع الخاص فقط دون الدوله، يعني ما فيش مضارب الدوله، ما كانتش يعني جت على الاخر لدرجة ان هم خدوا من التجار ما خدوش من المزارع. ودي طبعا كانت فارق كبير جدا، ونادينا بيه انه لازم المضارب تدخل من اول الموسم علشان تبقى طرف فعال وتوزن المسألة، وتبقى زي ما حضرتك اشرت ان كميات الرز اللي هتتاخد دي هتشغل المضارب اللي هي بتبقى واقفة وهتشغل العمالة اللي عندنا كلها، وكمان الرز هيبقى في ايدين الدولة مش في مكان تاني. بالشكل ده نقدر نغطي احتياجاتنا التموينية، نقدر كمان حتى يعني الفايض نقدر نصدره من خلال الدولة. يعني أنا أفهم من كلام حضرتك أن كل محصول الرز السنة دي مش هيروح للتجار، هيروح كله للحكومة والقطاع العام، ولا للتجار هيكون نصيب؟ لا طبعا مش كله، احنا بسم الله ما شاء الله السنة دي يعني هيكون عندنا ما لا يقل عن 5 مليون طن رز شعير، أما 2 مليون يروحوا للمضارب، ففي 3 مليون في البلد يعني طبعا. يعني باذن الله مع المساحه المزرعه السنه دي يعني متوقع ان احنا يكون عندنا كميه كبيره يعني هتزيد هتوصل من 5.5 ل 6 مليون طن ان شاء الله السنه. هل قبل القرار، قبل اصدار القرار ده لما كنا بنصدر الرز، هل كان ده بيأثر على الاستهلاك احتياجات السوق المحلي وكان بيخلينا نرجع نستورد رز مره تانية، ولا كنا برضو كان مكفينا محصولنا؟ هقول لحضرتك التصدير اذا كان تصدير مقنن مرتبط بان انا اخلي احتياجاتي الاساسيه وبعدين اصدر ما يفيض عن حاجتي، في الحاله دي تفضل الدنيا متوازنه وما يحصلش اي مشاكل خالص. اما اذا تم التصدير بشكل عشوائي غير مرتب واصبح ان اي حد يتعاقد ان هو يصدر على اي كميه ويلم من السوق بالشكل اللي هو يرتقيه، فبالشكل ده بتبقى العمليه مش محكمه وبيترتب عليه اختناقات او احتكارات في بعض الاماكن ويترتب عليه مشكله في السوق زي ما حصل الموسم اللي فات. وطبعا يعني فوجئنا كلنا ان حصلت مشكله رغم ان كان الانتاج اللي موجود يجب ان هو يغطي ويبقى موجود متوفر، ما كانش موجود. بالتاكيد كان بيتم تصدير الانواع الجيده الحقيقه احنا رزنا كرز مصري من افضل النوعيات عالميا. يعني يمكن ما فيش غير جهات محدوده جدا اللي بتنتج رز زي بتاعنا في استراليا وفي كاليفورنيا في امريكا، ولذلك الرز بتاعنا مطلوب عالميا. هل احنا عندنا نوع واحد من الرز ولا بننتج انواع كتير؟ عندنا بسم الله ما شاء الله احنا يعني عندنا ثروه من الاصناف، من اصناف الرز المصريه اللي متربيه في بيتنا واللي موجوده عندنا واللي احنا واللي بنزرعها متميزه عالميا جدا ومطلوبه كلها بلا استثناء بتنطلب بسعر عالي وزي الفل. والحقيقه احنا عندنا نعمه كبيره ان اصنافنا كويسه ومتميزه والبيئه بتاعتنا هنا تعتبر من انظف البيئات لزراعه الرز عالميا. ولذلك يعني انا من هنا بناشد كل من يفكر في استيراد اصناف رز شعير من الخارج يجب ان يفكر ألف مره ويجب الرجوع لأهل الخبرة في المجال وما يحصلش هذا الأمر، لأن استيراد رز شعير من الخارج يدخل مصر ده معناه بداية التدمير للمحصول. لأن احنا الجو بتاعنا خالي من الآفات العالمية اللي بتسبب مشاكل في دول إنتاج الرز المعروفة في دول آسيا وكل الدول اللي بتنتج رز عندها آفات وأمراض مش موجودة عندنا الحمد لله. فإحنا استيرادنا لأي رز من الخارج أولا رز بره غالي وعلشان أجيب رز أرخص من رز المصري يبقى أنا هضطر أجيب أردأ نوعية عالمية وهذا يحمل في طياته كل ما تتخيله من الآفات والعيوب اللي ممكن تدخل عندي هنا تدمر المحصول بتاعي. وده موضوع يجب أن احنا ننظر له بعقل وننظر أن احنا يعني نبني ما نهدش.
احنا عندنا محصول قائم بالفعل الحمد لله، بزرع مساحة يعني على رغم المساحات اللي احنا عمالين نحدد فيها الا ان هذه المساحات بتكفينا الحمد لله وتفيض عننا. يبقى يجب ان انا ما فكرش ابدا ان انا استورد رز شعير بالذات، لان هذا يحمل في طياته الوبال والافات اللي ممكن ما تبقاش. طيب. حضرتك ذكرت ان احنا عندنا اجود انواع الرز. اي نعم. عندنا الكميه اللي تكفينا وتفيض. اي نعم اي نعم اي نعم. معنى انها تفيض ان هي تسمح بالتصدير. تسمح بالتصدير. ليه تم وقف التصدير على الرغم من اننا عندنا ما يكفي وعندنا اجود انواع الرز وده هيدر عمله صعبه على البلد وهيؤدي ليه نمو اقتصادي ولو محدود. تمام. ليه ما تمش تقنين التصدير مش وقفه تماما؟ هو هذا الامر بيرجع لانه كان السوق خالي خالص من الرز. طبعا يعني الموسم داخل على ان فيه ارتفاع غير عادي في سعر الرز. والحقيقه وقف التصدير معناه ان هو يدي فرصه لاعاده ترتيب الاوراق بحيث ان انا احسب امكانياتي من حيث الانتاج انا عندي قد ايه، واحسب احتياجاتي من حيث الاستهلاك انا هقدر استغنى عن قد ايه. وفي الحاله ديت ممكن جدا انه يتفتح التصدير بشكل مقنن يضمن عدم حدوث تجاوزات او احتكارات في السوق. يعني نفهم ان ممكن يكون القرار ده قرار وقتي والفتره محدده لحين ضبط السوق. عاده هذه القرارات يعني بيبقى لها نظره موضوعيه بحيث ان هي تعدل وفقا للحاجه وفقا للاحتياجات. انا لما الدنيا تستقر وخلاص عندي ما يكفيني ما فيش اي مانع ابدا ان انا افتح التصدير لمقادير محدده بحيث ان انا اصدرها واقدر استعين بيها في سد العجز في اي مجال تاني يعني. تمام. طيب السعر اللي اعلنته الحكومه 2300 جنيه للرز الحبه الرفيعه و2400 جنيه لطن الرز الحبه العريضه، شايف السعر ده هل هيكون سعر مناسب بالنسبه للفلاح هيعوضه عن فكره تصدير الرز وهتساعده الحكومه في زراعته وهتلبي احتياجاته الزراعيه؟ هل السعر ده انت شايفه مناسب؟ الحقيقه يعني على ضوء ارتفاع العماله ومستلزمات الانتاج وارتفاع اسعار مبيدات الحشائش اللي استخدمها المزارع وفقا للي حصل في تغير اسعار العملات الاجنبيه والكلام ده كله، يعني كان لغايه 2500 كان يبقى كويس بالنسبه لسعر الطن. ده كان يبقى مجزي. 2500 للعريض و2400 للرفيع يعني ديت كانت هتبقى يعني افضل. هل الفرق البسيط ده يعني ممكن يفرق مع طبعا يفرق مع المزارع، يعني لما ربنا بيبقى كرمه مثلا ب4 طن للفدان اما يبيع بازيد 100 جنيه للطن هتعمل له 400 جنيه تغطي له اي بند من بنود مستلزمات الانتاج يعني، يعني هو بيبقى محتاج يعني. يبقى كده مطلوب على الحكومه بجانب القرار ده ان هي توفر للمزارع بعض التسهيلات الاخرى. يا ريت يبقى مستلزمات الانتاج ممكن تتوفر بشكل اريح للمزارع بحيث ان هو يعني ما تبقاش من ناحيه ان هو بيتكلف في الانتاج كتير وفي نفس الوقت السعر اللي بيبيع به يعني مش مغطي كويس يعني. ده هيخليني اسال حضرتك ايه هي المعوقات او الصعوبات او الاحتياجات اللي بيحتاجها المزارع في لزراعه محصول الرز. عارفين طبعا ان محصول الرز من اكثر المحاصيل المستهلكه للمياه، وان كانت الى الان المياه ما تعتبرش مشكله او عائق في مصر، لان مصر من الدول اللي بتملك منابع مياه كثير. تمام. على رأسها نهر النيل طبعا. تمام. ايه ابرز المعوقات والاحتياجات اللي بتقف قدام المزارع في زراعه الرز؟ الحقيقه اول حاجه وهي السنه دي الحمد لله اتغطت بشكل كويس ان كانت مستلزمات الانتاج متوفره في اول موسم وكانت متاحه للمزارع ما كانش فيها مشاكل. النقطه الثانيه طبعا التقاوي بيحتاجها، والتقاوي كانت برضو متوفره وموجوده ولله الحمد. احنا بننتج تقاوي معتمده تغطي حوالي 60% من المساحه، وده كويس ان شاء الله، وبنسعى ان احنا نزود اكتر من كده، وده كويس ومعقول. الحقيقه المشاكل والاختناقات ظهرت في بعض مبيدات الحشائش المتخصصه ما وصلتش الا متاخره.
وده عمل مشكلة عند المزارع. في بعض أنواع من الحشائش لها مبيدات معينة ما جاتش في الوقت المناسب، فده خلى الحشائش دي تفضل تنافس المحصول فترة أطول، وده بيأثر على المحصول طبعا، على جودة المحصول ولا كميته، وبيرفع كمان سعر المبيد ده لما بينزل، بينزل بسعر مرتفع، فبيبقى لود أو حمل على المزارع، وده ما بيبقاش كويس. هل يعني هل الحشائش دي بتأثر على بالتأكيد تأثر كمية ولا بتأثر على الإنتاج، على الكمية، على كمية والنوعية، مش جودة ولا النوعية برضو بتأثر عليها؟ لا، بتأثر على النوعية طبعا، لأن وجود الحشائش بيخلي الحبوب ضمرة وبيخلي السنبولة أصغر وبيقلل الكمية والنوعية نفسها، ومصاحبة طبعا البذرة بتاعت الحشيشة للرز بعد الحصاد بيقلل سعره وبيقلل. وهل تأخير المبيدات ده بيبقى المسؤول عنه مين؟ والله وصل المشكلة النهاردة انها اصبحت حرة ومتروكة للشركات، يعني بتجيب امتى وبتستورد ازاي وبتعمل ازاي، فانا مش عارف الاسباب اللي كانت وراء تأخر هذا الامر. هل يتعلق بظروف خاصة بالشركة نفسها اللي هي خاصة بالمبيد نفسه، ولا هي بعوامل الاستيراد والتصدير والحاجات دي؟ هل المبيد ده كده يعني سؤالي، المبيد ده برضو بيتم استيراده ولا بيصنع في مصر؟ لا، هو الحقيقة احنا يعني قليل من المبيدات اللي بيصنع، وعندنا طبعا شركة كفر الزيات، شركة رائدة في هذا المجال، دي بتصنع عدد كويس من المبيدات موجودة، ولكن حتى الاستيراد بيتم حتى للمادة الفعالة، يعني تأخير استيراد المادة الفعالة ممكن يترتب عليه تأخير إنتاج المبيد، ظهور المنتج. فدي من ضمن الحاجات اللي عملت مشكلة. الحقيقة فيه مشكلة تانية بتواجه مزارع الرز، إنه عملية التخلص من قش الرز بعد الحصاد، والنهاردة أصبح الحصاد كله بيتم بالكومباينات وبيتم آلي، وبعدين يترك القش في الغيط، وبيبقى على المزارع ان هو يخلي هذا القش لانه عايز يجهز ارضه للمحصول التالي، وما عادش وقت، والناس بتسارع الزمن علشان ان هي تزرع الارض، تجهز الارض للموسم الجديد. فالحقيقة لا زالت المجهودات المبذولة لتوفير المكابس اللي تكفي لإزالة هذا القش من الحقل وتحويله إلى بالات يسهل نقلها إما على رأس الغيط زي ما بيقولوا، أو إن الفلاح ينقلها في مكان تاني يستعملها كغذاء للحيوان، أو يستخدمها يحولها أي تحويلات. ليه استخدامات كتير جدا غير اللجوء لحرقه؟ بالتأكيد المسألة اللي بنعاني منها كل سنة. الحقيقة هذه المسألة مهمة جدا، ويجب إن احنا نساعد المزارع في الناحية ديت. احنا طبعا كمركز بحوث الرز بنتولى عملية ارشاد المزارع ان هو ازاي يستفيد من القش عن طريق تحويله لكمبوست او سماد عضوي يضيفه للارض تاني بدل ما يولع فيه ويخلص منه. طبعا ده بيحافظ على خصوبة التربة وبيرفع انتاجية المحصول اللي هيتزرع بعد كده، وبيبقى مفيد جدا للمزارع. في نواحي اخرى ان ممكن يعمل له عملية حقن بالامونيا ويستخدمه كغذاء للمواشي، وده كويس جدا، بيبقى غذاء عالي القيمة وكويس. طب ليه الحلول دي ما بتفعلش يا دكتور؟ الحقيقة أول خطوة هي كبس القش. كبس القش، المزارع بعد ما بيحصد الرز ويشيل الحبوب بيبقى القش قدامه زي القتيل في الغيط، لازم عايز يتخلص منه. فطبعا فيه الحقيقة مكابس موجودة بس لا تكفي. طبعا اللي بيلحق وبيكبس وبيشيل ده كويس، بيستفيد من حاجته. التاني بيلاقي نفسه هيتأخر في وسط جيرانه، فبيضطر انه يتخلص منه بالحرق، ودي أسوأ طريقة ممكن ان هو يعملها، وطبعا بيترتب عليها مخالفات ويترتب عليها غرامات ويترتب عليها يعني اشكالات ما احناش محتاجينها، لان العقاب مش هو الوسيلة الوحيدة للإصلاح. يعني بالتأكيد يعني يجب ان انا يبقى عندي بدائل، حلول، يعني ايجاد الحلول، ايجاد الحلول هو الافضل، ولازم تبقى ايدينا في ايدين بعض عشان نوجد مثل هذه الحلول. بالتاكيد. لو رجعنا تاني لفكره سعر الرز، كانت المشكله دايما ان بيبقى في وسيط هو اللي بين المحصول من المزارع للتاجر او للشركه او المصنع، فده بيؤدي لزياده سعره. هل الحكومه هتلجا للاستغناء عن هذا الوسيط وان هي تشتري المحصول مباشره من المزارع او الفلاح؟ والله لو تم عمل مراكز تجميع زي زمان في القرى نفسها، لان المزارع الصغير
علشان يشيل ويروح المضرب برضو ده بيعتبر تكلفة عليه، عبء على المزارع الصغير. فالمزارع عادة بعد ما بيحصد الرز بيكون عايز يجهز لمحصول تاني، فهو لما بيعمل لما يلاقي مركز تجميعي في القرية زي زمان، فبيودي القرية والقرى بيبقى فيه تجميع على مستوى القرى الأم أو القرى اللي فيها مضارب، فبيتشال بيتنقل بعد كده من عند من القرية نفسها يروح للمضرب. بالشكل ده يسهل على المزارع ويبقى الحساب بتاعه بدل ما يروح المركز أو يروح المحافظة علشان ياخد حسابه، يبقى على مستوى القرية يبقى كويس قوي. ياريت يبقى فيه مناديب للبنوك أو للمضارب أو للجهة اللي هي هتمول هذا الأمر، مناديب موجودة على مستوى القرية بحيث ان هي تبقى متاحة للمزارع يسلم وياخد فلوسه ويروح يشوف مصلحته، وبعد كده الجهات دي تتولى نقل هذا المنتج علشان المزارع ما بيبقاش عنده وقت. المزارع الصغير بالذات هو اللي بيروح ضحية للموضوع ده، لان المزارع الكبير بيحمل تريلا ويوديها ما عندوش مشكلة. اما المزارع الصغير اللي عنده طن واثنين طن وكلام من ده، ده بيتعب وبيستسهل انه يدي للتاجر ويخلص من القصة. وما فده طبعا وجود مراكز تجميع هيريح المزارع وبالتالي هيوفر على المستهلك النهائي، وهيوفر بالظبط كده بالظبط كده، وهيشجع المزارع انه يدي للمضارب، لان العمليه اختياريه مش اجبار ولا حاجه. اذا لازم انا اوفر له سبل تساعده وتريحه علشان يدي عشان نجذبه انه يتعامل معاه. طيب بعيدا عن الرز، هل حضرتك شايف ان قرار وقف التصدير يجب انه يطبق على بعض المحاصيل الاخرى اللي ممكن وقف تصديرها يكون برضو توفير لاحتياجات السوق المحليه من المحاصيل الاساسيه؟ اي نعم. والله انا شايف ان بقيه المحاصيل الثانيه احنا ما بنصدرش منها، يعني مثلا المحاصيل الغذائيه بالذات، هو القصه في المحاصيل الغذائيه اللي هي بتمثل يعني حجر زاويه زي ما بيقولوا وحاجه مهمه جدا. فالقمح لسه يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ونشوف، ما زلنا مش بنلبي احتياجاتنا ونشوف ان احنا عندنا فائض نقدر نصدره. طبعا ما ده ما فيش الذره الاصفر برضو، يعني اتمنى ان هم ما يستوردوش بس مش ما يصدروش، لان هم اما ما يستوردوش هيشجعوا المنتج، لان لازم احمي المنتج بتاعي، لازم احمي الفلاح اللي بيزرع المحصول ده، لان لما احميه واشجعه هيزرعه وهيزود فيه ويجود فيه ويهتم بيه، انما لما اهمله هو هيهمل نفس المحصول بالشكل ده. فده طبعا ده عمليه الاستيراد هي اللي بتضيع محصول زي الذره الاصفر، والذره بشكل عام بيضيعوا الاستيراد في وقت الحصاد، لانه بيبقى بيحصد والذره يستورد، فهنا يبقى مات المحصول بتاعه. اما الخضر والحاجات التانية انا بشجع تصديرها لانها بتوفر لي عمله صعبه وبقدر ان انا استعين بها في اشياء اخرى. فما عندناش محاصيل احظر او ان انا اقول امنع تصديرها يعني غير الرز تقريبا، يعني تقريبا. هو الحقيقه منع الاستيراد كمان زي ما بيحمي المحصول وبيحمي المزارع، هو بيحمي برضو او بيساعد على عدم تجريف الارض وتحديد المساحات، وبيساعد على استصلاح اكيد اراضي جديده وايجاد اماكن جديده كمان، وتوسيع الرقعة الزراعيه بشكل عام. اي نعم. والله الحقيقه بيحضرنا حاجه مهمه جدا عايز اقولك عليها. اتفضل. الاستيراد النهارده يا ريت امنع استيراد كل منتج اقدر انتجه. تمام. انا ذهلت لما بصيت على حاجات، يعني حاجات يدويه بتتعمل يدويا وحاجات كنا زمان فيها ناس بتشتغلها وبتعملها، وافاجئ انها ميد ان تشاينا. يعني لمؤاخذه اما استورد الفرشه بتاعه الشوز لمؤاخذه، يعني ده في عقل يقول كده؟ المقشه اللي بكنس بيها استوردها من الصين واموت المنتج بتاعي واموت وادفع عمله صعبه؟ ما فيش عقل يقول كده. يا ريت يحصل مراجعه واعاده نظر في كل ما يستورد، ويمنع استيراد كل ما اتمكن من انتاجه محليا. اعتقد ان ده اتجاه للدولة في الفتره الاخيره، منع استيراد بعض السلع اللي ممكن تكون استهلاكيه زياده او ترفيهيه بشكل اكتر. طيب اخر نقطه نتكلم عنها، الاحتكار المحاصيل والسلع الغذائيه الاساسيه، هل هذا القرار وقف التصدير هيساعد على الحد من الاحتكار او منع الاحتكار؟ اي نعم. هو بالشكل دوت
المحتكر كان بيحتكر على امل ايه؟ على امل ان هو يكسب اكتر، لانه بياخد في اول الموسم بسعر رخيص ويخزن على امل ان هو ينطلق في التصدير ويبقى هو يعني عمل حاجه صفقه كبيره يعني. فهو بالشكل ده يعني هيحجم هذا التصرف او السلوك يعني. نعم. فهو يعني مطلوب يعني في المرحله. على كل حال يعني بنتمنى ان يلقى هذا القرار المردود المأمول منه والعائد المرجو على المزارع وعلى المستهلك بشكل عام. في النهاية أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور سعد شبل، رئيس قسم الأرز معهد بحوث المحاصيل الحقلية. بشكرك يا دكتور لوجودك معنا. ربنا يخلي حضرتك، متشكرين جدا، كل سنة طيبين. أنتم بصحة وسلامة. مشاهدينا انتهى هذا الحوار، ودلوقتي معاد وقفة مع الأخبار الاقتصادية، آخر أخبار المال والأعمال هتقدمها لنا زميلة حنان الخولي. إليك يا حنان.